بتصير يا بابا؟ شو عم تعطي هيك؟ شو مفكرة انت؟ هلا بتستاهلوا؟ تعي معي تعي تعي بابا، ليش هيك عملت معه؟ خلينا نعطيه مصاري. لا بابا، هدول عاملين شغل، هدول بنقدر نزنقل مني ومنك. بابا لا تردي على هدول، هدول كلهم كذابين. بابا حرام، ما شفت هيك شلون شكلها؟ قلت لا بابا لا تردي عليهم، هدول كلهم كذابين. تعي معي تعي مشان تفتح. بابا لا تردي على هدول، هدول كلهم كذابين. هدول انت عم تردي لي عليهم؟ هدول كلهم كذابين كذابين، هدول عاملين شغل شغل كار يعني، فهمت شلون؟ لما فهمتي بابا انا كثير تعبان، بدي احط راسي شوي انا وانت قومي روحي العبي بغرفتك، ماشي؟ او خذي العبي بتليفوني امسكي. حلو كتير، ابدا مو حلو. بخير بابا، شو هو؟ انا غلطت، غلطت مع البنت الشحاده يا بابا، لازم كنت اعطيها مصاري. اكيد يلا هي قدام الباب، قومي خلينا نعطيها مصاري. قومي بابا لا تاكلها، انا اعطيتها. شو امتى تعطيها؟ شلون بابا انت كنت نايم اخذت من جيبك واعطيتها؟ جد عم تحكي؟ الله يخلي لي اياك يا بنتي، الله يخلي لي اياك. ايه بابا عطيتها ودعت لنا كثير. عن جد عم تحكي؟ ايه بابا لا تشغل بالك. الله يخلي لي اياك، الله يخلي لي اياك يا عمري يا ضوء عيوني. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا